النهارده ان شاء الله عايزين نتكلم على موضوع الجروب بوليسي. الجروب بوليسي طبعا ممكن يتطبق على جهاز عادي يعني يتطبق لوكال، يعني فاهم، واحد كده عنده جهازه في البيت او جهاز واحد لوحده كده في الشغل عايز يقول الجهاز ده ما يشتغلش على حاجه الا الوورد، ينفع يعمل حاجه زي كده؟ تمام، ينفع يجي يعني كل الحاجات اللي في البوليسي يقدر يمسك الجهاز بتاعه ويعمل عليها الايه، ويعمل عليها الشغل ده. وفي حاجه اسمها الدومين اللي احنا بقى ايه قلنا نجيب او يو ونروح مطبقين عليها الكلام ده. طبعا كل الناس اللي جوه الويب هيطبق عليهم الايه الكلام ده، يعني لو عندك 20 يوزر من جوه هيطبق عليهم الكلام ده كله. الكلام ده فيه مشاكل؟ لا. يبقى انا هنا في عندي ايه عدد مثلا، يعني ايه الفرق؟ يعني انت تقول لي طب ما انا اعملها لوكال وخلاص، يعني الدومين هنا فرق معايا في حاجه؟ ان هو وفر عليك، بدل ما انت كنت هتمسك جهاز جهاز وتروح تقفل او تخليهم يشتغلوا على الوورد بس، لا انا هجمعهم كلهم في اويو واروح جاي على الاويو دي وايه؟ واطبق عليها البوليسي بتاعك. وضحت؟ طيب انا جهاز عادي يعني انا افترض ان انا مش سيرفر، انا ويندوز 7 اكس بي اي حاجه، عايز اشغل الجروب بوليسي عندي. هكتب في الران مثلا جي بي اديت. هنيجي في الران ونكتب جي بي اديت دوت ام اس سي. هنكتب ايه؟ يبقى جي بي اديت دوت ام اس سي بتفتح لنا جروب بوليسي لوكال على جهاز. يبقى اي واحد عايز يطبق البوليسي عنده يقدر يطبق. يعني احنا كلنا على الاجهزه بتاعتنا في جروب بوليسي؟ لانها لو ما كانتش موجوده ما كانتش هتسمع من السيرفر. يعني هم حاطينها علشان ايه؟ السيرفر لما زي مثلا انت كتبت فايل وورد على جهاز، خدت الفايل ده نقلته بفلاشه وجبته على الجهاز بتاعك، مش لازم انت يكون عندك الاوفيس عشان يقدر يشغله؟ نفس الحكايه. فبما ان السيرفر بيديني امر على الجروب بوليسي يبقى لازم انا يكون عندي برنامج الايه؟ الجروب بوليسي عشان يقدر يسمع الكلام ده كله. واضحه كده؟ يبقى اهو هنكتب جي بي اديت دوت ام اس سي في الران، هيفتح معاك الايه؟ الجروب بوليسي. ممكن نفتحها من الكونسول. من اي تمام؟ بس مش هتلاقيها في الاول بروجرام، يعني لو دخلت جوه الاول بروجرام والكلام ده كله مش هتلاقيها. يعني فاهم، يعني هم خافينها شويه. موجوده في الكنترول بانل في الادمنستريشن. تعالى بقى هنا نبص كده على الايه؟ لا مش كامله. ده جايب لك السكيورتي منها بس. بص بقى ادي الدنيا كامله زي السيرفر بالظبط بقى. حلو كده، بيقول لك ايه؟ كمبيوتر كونفجريشن ويوزر ايه؟ كونفجريشن. نفس الكلام اللي احنا شفناه المره اللي فاتت، السوفت وير صح كده؟ الويندوز نفس الدنيا بتاعتنا هي. طب لو على السيرفر بقى نفس الدنيا برضه. لو على السيرفر هتبتدي بقى الكلام ده انا عايز اطبق على اويو معين. احنا كنا رحنا على الاكتف دايركتوري. ماشي، جينا على الاكتف دايركتوري هنا وعملنا اويو اسمها اول، وعملنا جواها كذا ايه؟ كذا اويو. احنا قلنا بقى لو انت بتطبق على الدومين، الجروب بوليسي بتطبق على سايت وعلى الدومين وعلى الاويو بالترتيب كده، يبقى سايت دومين اويو، يبقى الاويو دي اخر واحده من تحت. يعني لو انت طبقت حاجه على الدومين ده هتطبق على كل الناس الايه؟ اللي موجودين تحت. طب لو طبقت حاجه على الاول على الناس اللي هم تحت الاول. طبقت حاجه على الايتي بالايتي لوحدها، المارك بالمارك لوحدها، وهكذا. الكلام ده فيه مشاكل؟ طيب تعالى احنا بقى دلوقتي عايزين نطبق بوليسي على واحده منهم، قلنا هنروح على برنامج الجروب بوليسي نفسه. هتلاقي عامل لك جروب بوليسي مانجمنت. في 2003 قلنا انت هتيجي رايت كليك على الاي بروبرتيز كنت تلاقي جروب بوليسي. 2008 و2012 قال لك لا احنا فصلناهم يعني. اللي هو السيفيك كوم ده برضه ما بقاش موجود على 2008. دي سي برومو؟ لا ده موجود على 2008، هو مش موجود في 2012. مش موجود في 2012 قال لك. بس يعني هو موجود من 2000 لحد مين؟ لحد 2008. جم 2012 قال لك لا. هات من الاكتف دايركتوري. ادي كده الايه؟ الجروب بوليسي بتاعتنا فتحت. ادي طبعا احنا قلنا اول حاجه بنعملها ايه؟ يعني لو انا عايز اطبق حاجه على الاول هو كليك النيم بعد
نيجي مثلا على البول كده نيجي رايت كليك ونبتدي نعمل لينك جديد اقول له كرييت جروب بوليسي اوبجكت ان ذيس ايه دومين اند لينك ايه ها عايز تسميه ايه قلنا يا ريت تسميه بحاجه ايه مميزه اه يعني مثلا انت هتقفل كنترول بانل اكتب كنترول بانل حلو هتقفل الوورد اقول له كلوز وورد اي حاجه يعني فاهم حاجه بس انت لما تبص اي كلمه انت تبص لها تعرف ايه اللي انا قافله جوه خلاص الفولدر اللي مكتوب فيها الدومين كله دي والدي اللي هو اللي احنا عملناه المره اه ماشي فبنكتب اي اسم مثلا اي حاجه كنترول اكتب كنترول اي حاجه خلاص واقول له ايه اوكي هتيجي رايت كليك بقى وتقول له ايديت كده يفتح معاك الجروب بوليسي بقى قلنا في حاجه اسمها كمبيوتر كونفيجريشن وفي يوزر كونفيجريشن الكمبيوتر بيتطبق على اجهزه الكمبيوتر اللي موجوده جوه اليوزر يتطبق على اليوزر اه يعني اقدر انا مسكت الكمبيوتر ده وفضلت اشتغل وانت ما عندكش جوه ايه وانت ما عندكش كمبيوتر جوه كل الدنيا يوزر خلاص الكلام اللي انت بتعمله في الهواء فاهم ما عندكش يوزر وانت بتطبق على يوزر برضه في الهواء يبقى لازم بشوف الاول يعني الحاجه اللي انا عايز اطبقها فعلا في كمبيوتر جوه يعني الكمبيوتر بتاعي لازم يكون موجود جوه المكان ده او هيورث مني يعني ممكن انا شغال على الاول هو تحت اويو من الاول مفيش مشكله قلنا بقى هتلاقي في حاجه اسمها ايه بوليسز هتلاقي في حاجه اسمها سوفت وير سيتنج هنا ده بيعمل لي ايه البرامج اللي انت هتصطب بيقدر ان هو يسطب لي برنامج عند الناس يعني الناس كده يروح مثلا يفتح الكنترول بانل بتاعه او الستارت منيو يلاقي فيه برنامج ايه نازل عنده هو بس بيدوس عليه ويسطبه في بعض البرامج ممكن تلاقيها بتتسطب لوحدها على حسب يعني خلاص لازم يكون امتدادها للناس طيب ننزل البرنامج ازاي احنا عايزين برنامج في البدايه تمام انا حطيت فيه برنامج معايا هنا احنا نحط الاوفيس انا حطيت الاوفيس اهو جبت اوفيس اهو عايزين طبعا الاوفيس ده لازم يكون موجود عندي فين موجود عندي في السيستم يعني السورس نفسه موجود حلو وتروح جاي بقى هنا تشير لي الفولدر ده يعني مثلا شوف هو ده مثلا الفولدر بتاعنا تمام تيجي رايت كليك عليه بروبرتيز ون ايه ونشيره حلو ادفانسد شير هو متشير خلاص واقول له شير ذس ايه فولدر حلو وسميه بالاسم اللي انت عايزه مثلا سميته اوفيس واقول له ايه اوكي خلاص كده يبقى بنشير الايه الفولدر بتاعه خلي بالك بقى لو انت هتلعب في البرميشن خلي بالك ان انت تحط لي اليوزر اللي هيسطب البرامج دي عشان يقدر يقرا الشير لان ممكن اجي اقول ايه البرميشن بتاع الادمنستريتور بس طب ما هو لما الراجل يجي يخش قدر الراجل اللي هيجي يسطب اسمه احمد لا لازم انا اكون عامل برميشن ليه عشان اقدر اخش الحاجه دي ايه اضيفه معايا ممكن اللي انت تعمله ريد بس يعني ممكن اجي اقول ايه ايفري وان بس ريد لان الريد بيقدر الريد بيقدر يسطب الريد يقدر ايه يسطب يعني انت خايف ان الحاجه ايه اصل انت هتقول الايفري وان طب ما ممكن كده الناس تاخد الايه الحاجه واتدلت وبتاع فانا اقول له لا انا ايه ريد بس شوفوا بس تمام كده خلاص ادي الباص بتاعنا دي سي مين اوفيس هروح جايب هنا رايت كليك واقول له نيو ايه باكج تديني الباص بتاعه كايه كاشير تديني الباص كاشير اه يعني ما تدوليش ما تقوليش ده انت حاطه في السي لا الباص بتاعه كاشير سو باك سلاش اسم السيرفر او الاي بي بتاعه باك سلاش ومين وانت مشاير الفولدر باسم اوفيس مثلا انتر فتح معايا اهو يعني حلو طب دور بقى احنا عايزين فايل دوت ام اس ار ابتدي اختار الفايل مثلا نخش على الورد اخر حاجه اللي هو ال اتش ده اي ان يو اس ده ماشي اي حاجه بقى انت بتشوف بقى ايه ما هو هنا مثلا وحاطط لك ايه كل واحده لوحدها وهتلاقي برضه مجمع لك الدنيا في الغالب هتلاقيه مجمعه هنا اللي هو بتاع الانتربرايز ده تمام كده هتلاقي ده ال 32 وده ال 64 ادي عامل ايه السيت اب بتاعي وممكن اجربه يعني ممكن اخده على جهاز كده الاول واجرب الدنيا حلو تمام يعني ايه انت لحد ما تحدد الفايل التنفيذي بتاعك فين مثلا هو ده الفايل التنفيذي بتاعك خلاص ماشي. اهم حاجه دوت ام اس اي خلي بالك ما بيقراش ايه يعني لو رجعت كده بص الفايل الدوت اي اكس اي هو كان هنا مش قاريه يبقى هو ما بيقراش الا مين
الدوت ام اس ار. في سيت وفي تحت ام يو اي. ما انت بتجرب يعني شوف ما هو ده ولا ده. خلاص بس هو تقريبا ست هو ست مش شرط يعني. فانت ايه بتشوف ده وده. هنيجي مثلا نختار ده اوكي. عايز تعمل له ببلش ولا عايز تعمل له اساين ولا عايز تعمل له ادفانسد. ادفانسد يعني ايه؟ هيدخلك على البروبرتيز بتاعته. تمام يعني ممكن انا بعد ما اقول له اساين يعمل هنا. طب ايه الفرق ما بين الببلش وما بين الاساين؟ الببلش ان هي هتنزل للراجل في كنترول بانل في الاد اند ريموف بروجرام. تمام الببلش هيلاقيها فين الراجل اللي هيجي يسطب؟ هيلاقيها في الاد اند ريموف بروجرام. في الاد اند ريموف بروجرام اه ممكن يكون اصلا ما تنزلوش في الستارت. حلو. طب اساين لا يا عم الاساين ده ينزلها لك على ينزلها لك في قائمه ستارت. تمام. وفي كنترول بانل اد اند ريموف بروجرام ويعمل لك شورت كات ليها كمان على الديسك توب يعني الاوف يعني بناء على حاجه كمان بتعمل بس بناء على حاجه بتعمل شورت كات ولا. تمام خلاص يبقى بيعمل لك ايه كانها متسطبه. تمام. يعني حاجه لما بتتسطب بتروح فين؟ بتروح في ستارت منيو وتنزل على الديسك توب. حلو. فبينزلها لك كده لكن اول ما هتيجي تدوس عليها هيقول لك ايه سطبها. يعني هي نازله اسما يعني هتلاقي الاوفيس ده كده نازل ها عايز الوورد ولا عايز الاكسل كانه متسطب بالظبط. اول ما تيجي تفتح الوورد مثلا تلاقي راح فاتح لك العلامه الويزر بتاعت مين بتاعت السيت اب بتاعه. خلاص يعني هقول له مثلا ايه اصلا تمام كنا قلنا الادفانسد تيجي يجيب لي الحاجات الادفانسد اللي هي البروبرتيز هوريها لك لك تمام. ثواني هتلاقي ايه نزلها لنا هنا اهو. حلو كده نزل ايه معايا. تعال انت بقى لو جيت رايت كليك عليه في ايه بروبرت. خلاص هنا الديبلويمنت برضو بتختار النوع بتاعه. طب ليه يا عم هو هنا مش جايب لي الببلش؟ قال لك الكمبيوتر اساين بس. الكمبيوتر بيشتغل ايه اساين بس. لو رحت على اليوزر هتلاقي نفس الكلام بس في ببلش واساين الاثنين مع بعض. يبقى اليوزر بيشتغل ايه ببلش واساين براحتك يختار بقى. لكن الكمبيوتر غصب عنه مين بيشتغل اساين بس. تمام. يبقى هي دم هنا لانها هي اساسا موجوده فين في الكمبيوتر تحت. خلاص تعالى كده بيقول لك الديبلويمنت اوتو انستول ذا ابلكيشن باي اكسكتنج اكتيفيشن من الفايل نفسه اللي هو ايه هيشتغل بيه. خلاص. ولو عايز بقى ابجريد قدر انت جايب برنامج وجايب له الابديت ممكن تحط له الايه الابديت بتاعه. وفي بقى حاجه اسمها الكاتيجوري. ممكن انا الراجل بقى ايه اللي هو مثلا اللي هو الراجل المسؤول الاي تي اللي هو بيسطب البرامج فهو مثلا ايه هو في قسم السيلز فانت حاطط البرامج بره واحده حطيتها على الاول انا هتعب نفسي بقى واقعد امسك كل واحد لوحده واقول له برامجك كذا او كل او يو يا عم انا هروح على الدومين او على الاول واروح ايه حاطط البرامج كلها طب الراجل بقى اللي هيجي يسطب عارف ان الناس بتوع السيلز دول برامجهم ايه مش عارف. تمام صح مش عارف كل قال لك طب ما تعملها له كاتيجوري بقى يعني ممكن اجي طب ما فيش هنا كاتيجوري اقفل ده خالص رايت كليك هنا كده بروبرتيز هتلاقي في حاجه اسمها الايه الكاتيجوري اد واحده اسمها سيلز يا عم ماشي مارك اي حاجه تعالى بقى هنا رايت كليك بروبرتيز روح على الكاتيجوري هتلاقي بص ادي السيل زي واد المارك اروح قايل له سيل يبقى البرنامج ده هينزل في انهي كاتيجوري؟ في السيل يبقى الراجل وهكذا بقى انا ممكن ايه عندك عندك 20 برنامج امسك كل ايه كل مجموعه برامج دي بتاعت السيل يبقى امسك واحد واحد كده واضيفه تبع مين؟ الكاتيجوري بتاع السيل يبقى الراجل لما يروح في كنترول بان هيلاقي حاجه اسمها الكاتيجوري في الاد اند ريموف بروجرام هلاقي حاجه اسمها الايه؟ يدوس على الكاتيجوري يلاقي السيلز يفتح السيلز يجي له الايه؟ البرامج بتاعت السيلز يروح مسطب وما يتعبش نفسه بقى. ما يقعدش يقول له يا عم انت عايز برامج ايه؟ انت مش عايز برامج ايه؟ هو انت لان انت بتدي له الشغل هو بس ايه؟ كل اللي هيعمله ان هو يسطب البرامج مش اكتر من كده. تمام. وضحت؟ وممكن تكون انت مدي برميشن لليوزر نفسه ان هو يسطب البرامج. يعني الراجل اللي هو قاعد على الجهاز نفسه في حاجه في البوليسي كده ممكن اعملها اخليه ايه؟ يقدر يسطب البرامج دي تمام بس بشرط تكون نازله له كده يعني هو ما يجيبش برامج خارجيه ويسطبها لا البرامج اللي انا مداله دي اللي يقدر ايه يسطب الموديفيكيشن لو عايز طبعا تعدل بس يبقى فايل السكيورتي بقى مين اللي هيشتغل على المكان ده الحاجات اللي هي العاديه بس هنا على الشغل ده يعني خلاص بس تمام يبقى ده ايه لو احنا عايزين نسطب للناس ايه برنامج بعد كده قلنا الويندوز سيتنج
تلاقي في حاجه اسمها الايه مثلا السكريبتات. في السكريبت بتاع الستارت اب ومين والشت داون. هنا انت بتعمل له كوماند معين او بتدي له باتش معين يشتغل معاه فين في البدايه او في الستارت اب. نيجي نقول له اد براوز وابتدي اعمل هنا ايه باتش نيو مثلا فايل تيكت ونسميه مثلا احنا كنا عملنا قلنا موضوع التايم ده مهم معانا صح. يبقى تايم مثلا دوت ايه فات وممكن تسميه باي اسم ايه يعجبك خلاص. ورايت كليك عليه واديت. فاكرين الامر بتاعنا طبعا نت تايم نكتب الوقت بس الاول اشوف على الكومنت عندي على نت تايم علشان اعرف. اه احنا قلنا نت تايم واقول له ايه خدها من الدومين تمام. يبقى فورورد سلاش ايه دومين دومين كان اسمه isi.com مكان سبيس فورورد سلاش ست وفورورد سلاش وايه واي صح كده. يبقى كده ليه اللي احنا قلنا ان انت بتيجي تقول له ست اول ما كنت بتدوس انتر بيقول لك دوس يس او نو. فانا بقول له على واي يعني الخطوه اللي بعد كده لما تسالني انا هرد عليك ايه بالواي دي. خلاص كده اوبن اوكي كده انا عملت له ايه السكرايب اللي انا عايزه. بس يبقى اي كومنت عايز تكتبه للناس ممكن اكتبه هنا وممكن اخلي الفراغ اللي تفتح معاه على طول على طول او ما يفتح ستارت اب مثلا محدد له ان الورد هو اللي يفتح على طول معاه. بس خلي بالك انت مش هتشتغل على الكمبيوتر معايا. ممكن تعمل الكلام ده على اليوزر بقى. على اليوزر يعني عادي اكتب اليوزر بتاعي يفتح معاه. يبقى تقول له مثلا ستارت ايه سبيس ون وورد ايه بتيكسي خلاص. بس تعملها على اليوزر واضحه كده. عايز تكتب له كومنت يشتغل مع الشات داون ماشي تمام وهكذا. قلنا بعد كده في السكيورتي ايه سيتنج. قلنا في الاكونت بوليسز اول حاجه كان الباسورد بتاع البوليس. فبيقول لك بقى يا عم انفورس باسورد هيستوري كام الماكسيمم باسورد ايج المينيمم باسورد تمام المينيمم باسورد انت عدد الكاركتر يكون كومبلكس ولا لا. احنا طبعا قلنا الكلام ده كله يعني ما هنا يا عم نوت ديفاين بس انا باجي اعمل يوزر بقى ان هو بيطلب مني باسورد والكلام ده لانه معمول على مين على الدومين من فوق. يبقى انت عايز تفتحه لازم تفتحه منين من الدومين نفسه من الدومين. انت لو اشتغلت هنا للسنه الجايه افتحها قافله مقفوله من فوق تمام. واحنا قلنا دايما الجهاز بياخد من موست ريستريكتيف يعني الحاجه الارقم هي دي اللي هي ايه هيشتغل بيها او هياخد. بعد كده في حاجه اسمها الاكونت لوك اوت ايه بوليس. الاكونت دي يعني مثلا حتى في سكيورتي نبص عليها على الدومين لان ايه بيبقى جايب لنا الدنيا بالتفصيل. فاحنا كنا باصين هنا احنا كنا عدلنا في الكلام ده طبعا ايه المره اللي فاتت. فكده بقى عندنا امكانيه طبعا ايه اللي احنا نعمل يوزر تمام او نعمل يوزر من غير باسورد تمام. وبعد ما عملنا اليوزر جينا نجرب لان البوليسي ما اتطبقتش على طول فابتدينا نكتب كوماند اسمه ايه جي بي ابديت على ايه على فورس. ده بيعمل ريفريش لمين للبوليسي. يبقى الكلام ده بيتعمل على السيرفر. طب الراجل اللي هناك والله لو الحاجه دي بتطبق على يوزر يبقى بتعمل اللوك اوف واللوك اون فاهم يعني مش إيه. لو بتطبق على الكمبيوتر بتضطر تعمل ريستارت للكمبيوتر عشان الكلام ده ايه يتطبق عندك. لكن السيرفر انا مش هقدر اعمل له ريستارت. وبالرغم من كده انت ممكن تقول له جي بي ابديت على فورس وبرضه تلاقي الحاجه ايه يعني ممكن ساعات بتاخد وقت طويل يعني ومش شرط ان هي ايه تتطبق معاك على طول. واضحه كده. يبقى دي القصه بتاعت مين اللي هو الابديت بتاعه. النهارده يوم النوم العالمي. ايه؟ الله يكون في عونك. فين الساعة كام بقى؟
البابلش بتنزل له في اد اند ريموف بروجرام اساين لو عملها بابلش لو انت عملتها اساين تنزل له في الستارت منيو في الاد ريموف بروجرام انا كده يعني لا ولا هنا تثبت لا انا بقول لك هو اسمها اد اند ريموف بروجرام مش ريموف بروجرام يعني المكان ده انت بتضيف منه برامج وبتايه وبتشيل منه برامج يعني الاثنين يعني هو معمول للسيت اب والايه واللي انت تشيل برامج الاثنين. طيب في بقى كده كان عندنا حاجه اسمها اكونت لوك اوت ايه بوليسي. اللوك اوت بوليسي اللوك اوت ده عارف انت مثلا ايه الراجل مثلا بيجي يكتب الباسورد بتاعه تعالى افترض ان هو كتب الباسورد غلط الراجل بيديله كام مره يقدر يكتب فيها الباسورد غلط مثلا هقول له مثلا 5 مرات حلو كده كم مره 5 مرات خلاص يقفل الراجل قال يقفل لمده كام 30 دقيقه يبقى هو ليه كم مره يكتب الباسورد غلط يعني هو كتب الباسورد صح خلاص هيخش لا هو جاي على الصبح كده كتب الباسورد غلط هيقول له ايه هيكتبها تاني تمام لحد ما يكتب 5 مرات غلط يقفل معاه الاكونت لمده كام 30 دقيقه نص ساعه ده بس 30 ثانيه هنا بقى دي نفس الساعه ايوه نفس الحكايه نفس اللي اللوبيا عشان ايوه شوفت ورد هنا الراجل ده بيعملها لك كام انت ممكن تعدل بقى براحتك اهو خلاص طيب انا ليا اللي انا اكتب طب هم 5 مرات تكتبه في اي وقت يعجبك ما انا ممكن اكتب باسورد واقعد افكر نفس الوقت يبقى ليك لا في 30 دقيقه يبقى ليك اللي انت ايه تدخل يعني الوقت بتاعك كامل متاح ليك نص ساعه تكتب فيهم 5 مرات الباسورد ايه غلط يبقى ليا كام نص ساعه تكتب فيهم نص ساعه اكتب فيهم الباسورد 5 مرات غلط غلطت في الخمسه او النص ساعه خلصت الاول يتقفل لمده كام نص ساعه يتفتح معاك بعد النص ساعه بقى واضحه كده يعني لو نص ساعة خلصت وانا لسه ما كتبتوش صح يقفل كتبت مرة واحدة او ما كتبتش ولا مرة لو نص ساعة خلصت وكتبت مرة واحدة بس ما انا بقول لك خلاص ان شاء الله مرة واحدة مرة واحدة او ما كتبتوش سايب الجهاز مفتوح كده وما بتعملش عليه حاجة انا اقرب يعني يعني انت ليك تكتب فاهم ليك تكتب ايه 5 مرات في كام؟ في النص ساعة اللي يخلص الأول بقى يعني خلصت 5 مرات على طول ورا بعض خلاص اتقفل يفتح معاك بعد نص ساعة. طب لو افترضنا كان في حاجة فاكرين كان في اليوزر في الاكتف دايركتور قلنا لو الراجل بقى جه كتب الباسورد غلط وهو فعلا الراجل فعلا يعني ايه هشام بما انه جاي تعبان كده النهاردة تمام جاي على جهاز هو مش شايف فكتب الباسورد كم مرة غلط 5 هيقعد بقى يستنى نص ساعة وراه شغل فبيتصل بيا يقول لي والله ايه يا عم ده انا والله بس انا نسيت ده انا تقريبا الجهاز كان معمول عربي او انا تعبان افتح لي اليوزر كان في بقى تشيك بوكس اللي هو كان في البروفايل بتاع اليوزر اللي هو بتاع الانلوك اكونت فاكرينه في اليوزر لو رحنا على الاكتف دايركتور كده الانلوك ايه تروح انت معلم عليه فكده يتفتح معاه الايه يعني خلاص انا بشيله من القصه دي مش ممكن برضه حد يعني هو اللي هو الاكونت اوبشن ده مثلا يمست مثلا تشينج اكونت في الفتحه الثانيه ممكن اديله اللي هو يعني ممكن ما يغيرش الباسورد وممكن مش ممكن اديله انكريبشن اللي هو الباسورد بتاعه ده ما دخلش او اديله مثلا بيرميشن لو الباسورد بتاعه ده غلط ليه الحاجه اللي هو غيره طب ما كده اي حد لو الباسورد بتاعه ايه دخل كذا مره غلط لو هو عامل الداتا بتاعته لا هنا دي مالهاش دعوه بالموضوع ده هنا انت بس اللي ليها دعوه اللي هي الاندوك تمام يعني انت بتظبطها من هناك من البوليس تمام هنا بقى لو هو عمل له لوج تروح انت فاكك اللوج بتاعه من هنا يفتح معاك اليوزر خلاص كده؟ لكن تاني لو نسي يا باشمهندس لو كان عامل انكربشن للداتا بتاعته وهو نسي الباسورد اعمل له انا ريسيت للباسورد او احنا خدنا الانكربشن؟ ايوه خدناه امتى؟ لا ما خدناش ليه؟ والله شفتها هناخده في فرق بين هناخده وخدناه لا بس انا لما نيجي يعني استنى لما نيجي عامل انكريبشن لا
لما يعني تعالى لما نتكلم عنه نشوف ازاي بيشتغل وازاي بقى ايه يعني امن الداتا بتاعتك. انا كده يعني حضرتك لو عامل انكريبشن للداتا عن طريق دي كانت قصه ثانيه. اللي انا قلته ان احنا لو انت عملت ريسيت للباسورد ايه اللي هيحصل؟ الحاجات اللي معمول لها انكريبشن عنده بالانت اف اس مش هتفتح معاك. لازم تبقى واخد منه هو نفسه شغال بتاع تصريح. تعالى بقى لما نيجي بقى عند قصه الانكريبشن نشوف بقى ايه يعني ازاي اليوزر كمان يامن نفسه من حاجه زي كده او عايز بقى يشتغل على شغله ده في البيت ليه بقى بياخد السيرتيفيكت معايا. ماشي طيب في حاجه بعد كده اسمها الكيربرس. حاجه اسمها الكيربرس. حد سمع عن الكيربرس ده قبل كده؟ ايوه الكيربرس. مين هو الكيربرس ده؟ ده اللي هو يعني الاي بي بتاع السيرفر. لا الكيربرس ده سمعته عن التنين؟ اه هو ده تنين كده يعني. تمام ايوه التنين مجنح ده. تمام ده كلمه كيربرس حاجه اسطوره كده اللي هي معناها كلب ليه ثلاث رؤوس يعني. يعني فاهم زي التنين كده دي اسطوره ما فيش حاجه اسمها تنين. ما اتفرجتش على كلب ليه ثلاث رؤوس اللي فارق شفت يعني هو ده الكربرت بقى. ماشي خلاص اقول لي في هاري بوتر ده هو ده مين الكلب اللي ليه ثلاث رؤوس ده ايه اسمه كربرت. طبعا هنا هو هنا طبعا يعني بيقول لك عليه مش على اساس ان هو كلب يعني تمام بس هي كلمه كربرس معناها كده. هنا هو قصده ان هو هيتعمل انكريبشن للداتا بتاعتك على ثلاث مراحل. يعني لما تيجي تشفر داتا تتشفر على كم مرحله؟ على ثلاث مراحل. فده المقصود بيه ايه؟ يعني اول مره ياخدها ويشفرها وبعد كده ياخدها يشفرها تاني وبعد كده ياخدها يشفرها ايه؟ ثلاث مره ثالثه. فهو بيقول لك بالكبرت عشان تفتكر على طول اللي هو ايه؟ تشويش ثلاثي. يعني فاهم بدل ما تلاقي مثلا ايه؟ واحد معدي من جنب الفيلا بتاعته احترس من الكلاب يقول لك احترس من مين؟ من الكبرت يعني. يعني بدل ما هتتعض مره هتتعض ثلاثه. تمام؟ هنا الدومين بقى بيشتغل بالكيربرس. الدومين بتاعنا بيشتغل بمين؟ بالكيربرس. لاحظ ان انت لما يكون عندنا جهازين سيفن وجاي اخوي وواحد شاير حاجه وجهاز بيخش عليه، جهاز بيخش على جهاز تاني. ايه اللي هيحصل؟ هيطلب منه يوزر نيم باسورد. اي جهازين سيفن كده يعني فاهم؟ تيجي داخل على من جهاز لجهاز يجي يقول لك هات الايه؟ هات اليوزر نيم والباسورد. طب سيب نفس الجهازين دول بس ضمهم لدومين. ضمهم لمين؟ لما يجي داخل يسالوا على يوزر نيم وباسورد؟ لا. ليه يا عم؟ ده انت المفروض الدومين اقوى في السكيورتي. يا عم انا اقوى بس انا بستخدم الكيربرس. الكيربرس ده بيجي كل 10 ساعات. بيجي كل كام؟ 10 ساعات. 10 ساعات. يروح جاي عامل ايه؟ يروح جاي لافف على الاجهزه كلهم يقول لهم مثلا كلمه سر بتاعتنا النهارده زي في الجيش كده كلمه سر الليل. كلمه السر بتاعتنا النهارده علي. يبقى لما يجي جهاز يخش على جهاز كلمه السر ايه؟ علي. خش يا باشا. فما يتعبكش بقى اقول لك هات يوزر نيم وباسورد الكلام ده. يعني انت في الجيش لما يجي واحد من بعيد اثبت ما حد ايوه وكلمه السر ايه؟ ارد تمام ارد ايوه تمام. مش هتقول له بقى ايه؟ مش هتيجي تقول له هات بطاقتك. عقبال ما يجي يقول لك هات البطاقه يكون موتك اساسا تمام؟ فما ينفعش. هو من واقف بعيد كده اثبت مكانك وايه؟ وكلمه السر ايه؟ صح؟ فده هو الكيربرس شغال بنفس الاسلوب. يبقى كل 10 ساعات الايه؟ التيكت دي بتتغير. بس انا لما عرفت لما كان بيقول لي كرر دي ثلاث مرات يبقى الكيربرس هيعمل نفس الطريقه. بس برضه ثلاث مرات. ايوه بعد الثالثه هتبوظ على طول. خلاص؟ في بقى حاجه اسمها اللوكال بوليسيز. اللوكال بوليسيز في حاجه اسمها اوديتنج او اوديت بوليسي. حاجه اسمها ايه؟ اوديت بوليسي. اوديت بوليسي كلمه اوديت معناها مراقبه. كلمه اوديت معناها ايه؟ مراقبه. يعني انا عايز اراقب. انا عايز اراقب لك ايه؟ اوديت اكونت لوجن ايفنت، اوديت اكونت مانجمنت، اوديت دايركتري سيرفيس اكسس. يعني انت هنا بيقول لك اراقب ايه بالظبط؟ اراقب الاحداث اللي بتواكب دخول اليوزر، اراقب اداره اي اكونت يوزر او كمبيوتر. خلاص اراقب لك مثلا الدايركتري سيرفيس اكسس اللي هو الفولدر بتاع الاكتف دايركتري والويندوز، اوديت لوجن ايفنت على الاحداث بقى المواكبه للدخول كلها يوزر وكمبيوتر اي حاجه،
اوديت اوبجكت اكسس راقب لك اي حاجه بقى اي حاجه انت عايز تراقبها راقب لك الدنيا كلها يعني خلاص. اوديت بوليسي تشينج الراجل لو حابب يحاول يلعب في البوليسي اوديت بريفليج يوز اوديت بروسيس تراكنج اوديت سيستم ايفنت. يبقى هنا دي عمليه ايه هو بيقول لك انت عايزنا نراقب عليه. طب انا عايزه يراقب لي فولدر يا عم انا مش هير فولدر انا مش هير ايه فولدر. طب مش الفولدر ده او انا عندي فولدر عامل عليه سيكيورتي معين محدش يدخل عليه الا احمد فخايف ان حد تاني يحاول يخش عليه وبعدين المحاوله كتير ممكن تخليه ينجح ايه في يعني الناس انا في فولدر كده انا شايله على جنب كده فانا بلاقي الناس عماله تحاول تدخل عليه احاول اخلي بالي بقى خلاص. فانا مثلا عايزه يراقب لي بقى يبقى اقول له فولدر يبقى الفولدر ايه من هنا اوديت اوبجكت اكس اوديت اوبجكت ايه خلاص. اروح جاي هنا واقول له ايه طيب اراقبه لك في عمليه النجاح ولا الفيلير يعني اقول لك مثلا ايه ده فلان قدر يخش عليه او فلان ما قدرش يخش عليه فبراحتك هقول له فيلير انا لا ما هو لو انا عايز اراقب الناس اللي بتحاول تخش عليه يبقى اللي هم ايه فيلير ان هم مش عارفين يدخلوا. عايز تراقب الاثنين براحتك ايوه عايز تراقب السكسس ما هو انت بص طول ما هو عامل لك اوبشن يعني فانت اللي بتحدد شوف بقى انت ايه اللي انت عايز وادي الدنيا معاك خلاص اوكي. طب ده كده الدنيا زي الفل كده الراجل ان شاء الله هيراقب لي كل حاجه بتحصل في الجهاز. طب دي نصيبه يعني كل واحد هيحاول يخش على فولدر او فايل الراجل هيسجل لي الاحداث دي يعني كانك انت في فندق كده او في مكان مهم وجيت ركبت لي كاميرات الكاميرات دي هتركبها في كل الاماكن على حسب لا يعني انت هتروح لواحد في اوضه نومه وتركب له كاميرا لا كده يبقى غلط تمام هتروح فما ينفعش يبقى ايه يبقى هنا الكاميرات دي هتكون مثلا ايه في الاماكن الممرات الطرق الكلام ده الريسبشن الحاجات فاهم الحاجات العامه شويه خلاص. يبقى انا هنا هحدد يبقى انا ايه مش معنى ان انا حاجه اركب كاميرات لا يبقى انت كمان لازم تقول لي المكان بقى اللي انت هتحط فيه الكاميرا يعني الراجل كده اداني الكاميرا حط الكاميرا بتاعتك فين بقى وريني الفولدر يعني فين الفولدر اللي انت عايزني اراقبه لك مثلا يا عم هو الراجل ده علي مثلا تمام نيجي رايت كليك عليه بروجكت ونيجي نقول له ايه سكيورتي اقول له ايه سكيورتي حلو واروح اقول له ادفانسد هتلاقي الاوديتنج جاي تمام ايه رايك بقى خلاص اروح قايل له اد تمام بس خلي بالك انا خدت التصريح الاول منين يعني فاهم انا بروح الاول ايه للشرطه يا جماعه انا عايز احط كاميرات مراقبه ماشي يا عم خلاص اوكي احنا موافقين لك تعال بقى نحط الكاميرا حلو وهتراقب مين انت مين المعني بقى يعني انا عايز اراقب الريسبشن ها اراقب لك اي حد يخش الريسبشن نصيبه برضو ما عايز اقول لك راقب لي الناس بس او راقب لي الرجاله او راقب لي كذا حلو يبقى تيجي تحدد لي بقى الايه سيلكت برنكر وتحدد لي اليوزر مثلا يوزر اللي اسمه هاني كان عندنا حد اسمه هاني في هاني عندنا هاني تمام هقول له هاني هاني 1 مثلا خلاص او تحدد جروب بقى اوكي عايزني بقى اراقبه لك في ايه سكسس ولا فيل ولا كل حاجه قول تمام كده يتطبق على مين على الفولدر ده والسب فولدر والفايل يعني الجديد والقديم كل حاجه ماشي تمام بس الخاص بمين بالفولدر اللي اسمه علي حلو طيب نجح او فشل في ايه بقى في البرميشن فول كنترول موديفاي ريد اند اكزكيوت ريد فول البرميشن يعني خلاص فبتحدد اللي انت عايزه وتقول له ايه اوكي كده يا عم كده بيراقب مين بقى يبقى كده المراقبه بقت على لو هاني حاول يخش على علي تمام شفت انا مراقب علي يعني انا حاطط علي تحت المراقبه بس ان انا بشوف مين اللي بيدخل على يعني ما فيش هو ما بيراقبش الا مين علي بس الا هاني يعني هاني لما يجي داخل على علي هو ده اللي هيراقب اي حد ثاني اي حد ثاني يدخل عند علي لا فولدرات تانية برضو مش اوكي انا عايز اراقب علي بحيث ان اي حد انا عايز الاقي عنده علي مثلا عايز تراقب ايه؟ اي حد هيدخل على علي علي مثلا يعني مش عايز اراقب اللي هو اليوزر اللي اسمه هاني 1 ده بالتحديد لا انا عايز اي حد بيحاول يدخل فولدر علي اراقب ايفري ون كله
فاهم؟ عايز تراقب جروب معينه تضيف جروب، عايز حد معين تضيف، عايز الكل يبقى ايفري ون. كده ايه ادي الراجل. طب هتلاقي بقى الكلام ده فين؟ في الايفنت فيور. عشان كده احنا بنحاول نقلل الدنيا بتاعتنا يعني على قد ما تقدر ايه، لان زي ما قلنا انت لو جيت رقبتلي يعني مثلا زي ما بتحصل جريمه ولا حاجه في فندق ولا حاجه، تلاقي يقول لك ايه احنا هنجيب شريط الايه التسجيل ويبتدي بقى يراقب لك بقى، ما انت ايه يقول لك ده الراجل ده دخل من ساعه ما دخل من باب الفندق وبعد كده دخل مش عارف فين الريسبشن. لا طب كل الكاميرات دي تراقب، فممكن تلاقي يقول لك ايه وبعدين ده احنا بنراقب ده جه كام مره ومش عارف ايه، فتلاقي ممكن عدد ساعات التسجيل كام 10000 ساعه. عد ما خلي بالك، ما هو ايه هو هيراقبوه لمده شهر، في عندك كام كاميرا 20 يبقى 30، شوف 30 كده يبقى 30 في 24 في كام كاميرا، اضرب بقى كل دول في بعض. فعشان كده لما بتلاقي بتسمع عدد الساعات ده لان انت عندك كذا كاميرا بتسجل، مين بقى اللي هيفرغ الكلام ده؟ مفترض ان هم في الحاجات دي بيبتدي كل واحد بقى يمسك كاميرا او يمسك جزء معين ويبتدي يكتب كل اللي بيشوفه بالاحداث، يعني يقول لك الساعه كذا الكذا حصل كذا ويبتدي يكتب بقى. فعشان كده ممكن تلاقي ايه عقبال ما يحكموا الكاميرات دي مثلا الجريمه الساعه 9 اديهم الكاميرات دي الساعه 6 لا ما هو مش مثلا الراجل ده كان ما هو ساعات ممكن هيجيبوا كمان هيهتموا بعد الساعه 7 على حسب بقى على حسب الجريمه هو مثلا على حسب في يعني في كان في حاجه جريمه قبل كده فكانوا جايبين لك الراجل عملوا له عمليه مراقبه لمده شهر. يا ابني احنا لما كانت بتحصل جريمه سرقه في كارفور مثلا واحد دخل في ثلاث اربع مرات دول فيهم مثلا 15 كاميرا، دخل الساعة كام 7 انت بتجيب ال 15 كاميرا دول على مدار من 7 مثلا ل 7:30 مش هتجيب على طول الساعة دي انت لازم تعدي على كل ايوه خرج من هنا الساعة 7:05 تخش على الثانية 7 بس اللي بيقفل ما بيشوفش يعني لو واحد ذكي ومتعلم يعني أول حاجة يا بدا يمسك الكاميرا عشان محدش ولو الكاميرا اتفصلت في عطل بقى عطل استراتيجي ومال تمام. فالمهم يعني فايه فهو على حسب يعني فكل فانت بتحاول ان انت ايه كل ما تقلل الدنيا بتاعتك كل ما تكون الدنيا اكتر. طب هندور هنلاقي بقى طبعا في حاجه اسمها الايفنت ايه فيور لسه طويله قوي. طب هنروح على حاجه اسمها في الويندوز لوك حاجه اسمها السيستم حاجه اسمها سكيورتي. هنروح على حاجه اسمها الايه سكيورتي. هنا بقى بتجيب لك الدنيا بتاعتك اللي لسه بتلود اه ما هي لسه الدنيا كومبلي جيب لك بقى يا عم. بص طبعا انت تاخد بقى كده انت كانك بقى بتراقب يعني قدامك كاميرا كده وخد وعيش حياتك بقى خلاص. فطبعا الموضوع هنا بيبقى كبير. انا بقى عايز اشوف هاني هات بهاني مثلا. لا ده انت تقعد بقى بص في اللوجن ده بقى مش في هاني. لا ما انت يعني ابتدي بقى امسك في ده كله ودور فيه. مش انا بدور على الاوكتيت مثلا اللي هو المراقب اخش ما قصدي انت المفروض ما هو انا هو السيرفر عشان كان مشغل حاجات عشان كده الدنيا جايه كبيره تمام. مفترض انا الغي الكلام ده كله واخليه على الراجل ده بس تمام لانه متفعل من الدومين نفسه. فانا الصح بقى اللي انا الغيه وابتدي اراقب الجزء اللي انا عايزه كده هو الحاجات دي الغي ازاي واراقب الجزء اللي انا عايزه ازاي من على الدومين. ممكن اعمل لك اوديت انت الغي بدل ما هو بيقول لك ايه على الاول لا شيل انت اللي هو الاوبجكت ده شيله بعد كده حطه على النت زي ما انت عايز. خلاص فاكرين ان احنا كل في الجروب قلنا في حاجه اسمها الرايت صح؟ قلنا في الرايت قلنا ايه فاكرين الجروب ماشي قلنا بيتطبق عليها ايه او في عندنا بيرميشن ورايت واستخدم في الايميل صح تمام. الرايت قلنا هنتكلم عليها فين في البوليس. هي دي الرايت بقى هي دي الايه الرايت دي حقوق. يعني انت جايب مثلا يوزر ليميتد وعايز تضيف له بعض الحاجات تمام. يعني تعال نفتكر كده احنا قلنا مثلا الراجل الليميتد ليه كم مره يجوين مكنه على السيرفر 10 مرات. طيب حلو انا عايز اخليه يجوين على طول لان يعني عندي راجل اي تي اي دي شغلانته يجوين بس مكانه. حلو خلاص يبقى الراجل ده اديله ايه امر اللي هو يجوين ال10 يبقى مفتوح يبقى عندك اد ورك ستيشن تو دومين
خلاص كده. طيب عايز الراجل ده يقدر يخش على اي حاجه في النتورك اكسس ذيس كمبيوتر فروم ذا نتورك، او الكمبيوتر ده الناس تقدر تاكسسه فين من النتورك. حلو. الاو لوجن لوكالي، فاكرين الحته دي اتكلمنا عنها فين؟ النوع اللوكالي والبروفايل المره اللي فاتت في موضوع الديليجيشن، فاكرين الحضره اللي فاتت على طول كنا بنتكلم على موضوع الديليجيشن، فاكرين الديليجيشن؟ نسينا الديليجيشن. احنا قلنا الاو يو بنعمل عليها ديليجيشن وبنعمل ايه؟ جروب بوليسي. صح كده؟ الديليجيشن اللي هو التفويض. هي عم ساعد ما خلناك ساعد ما خلناك انت مسؤول عن مين؟ عن عن الاي تي، وواحد مسؤول عن السيلز. صح؟ ماركتنج. صح؟ طيب فطبعا ايه؟ عم سيبنا ركز. فالمره الجايه في بروجكت خلوا بالكم يعني تيجوا جاهزين ان شاء الله. المره الجايه انتوا اللي هتشتغلوا ان شاء الله. المره الجايه خلال الاسبوع الجاي. لا هو المره الجايه ما قال لهم الاربع الجاي ده مش الاربع الجاي ده. طب نشوف الموضوع ده لما نخلص. طب نشوف الموضوع ده هخلص بس. ماشي. طيب فطبعا ايه، انا المره اللي فاتت قلنا اليوزر الليمتد ملوش ان هو يخش على السيرفر، فدي كانت مشكله. فقلنا انا قدامي حلين، يا اما تدخل تخليه لوجن لوكال من البوليسي اللي هي دي بقى، يا اما ايه اللي انت تحطه تبع حد من بتوع السيستم. حطيناه تبع الباك اب اوبريتور. حطيناه تبع الباك اب اوبريتور. تمام. يعني هيبقى يعني سوبر يوزر مع اليوزر ده بعض الصلاحيات هيبقى ايه؟ بيبقى سيستم. سواء باك اب او فاهم. عايز تخلي الراجل ما بيقدرش يغير في التايم، اقدر اخليه يغير في التايم وهكذا بقى. فهو هنا الراجل جاي ابتدى يضيف لك، عايز امنع واحد ان هو يلوجن لوكال بقى. فهنا الراجل ابتدى ايه يجيب لك البريفليج بتاعه اليوزر، الامتيازات بتاعته. فانت عايز تحط منه او تشيل منه الكلام ده كله، الدنيا معاك هنا تمام. ممكن اخلي الراجل ما يقدرش يعمل شت داون خلاص. فانت جايب لك بقى ايه الدنيا بتاعتك، يعني جايب لك الحاجات اللي هي من حق اليوزر ان هو يعملها او ما يعملهاش، فانا ممكن هنا اضيفها او اشيلها منه. يعني تيجي تشوف الحاجه مثلا عايز ايه، الراجل ده يا ادور بتشيل، تروح جاي تقول له ديفاين وتروح كاتب اسم اليوزر او الايه او الجروب بتاعك اللي انا مديله تفويض. لا ملهاش علاقه بقى. يعني انت هنا الراجل اللي انت عايز يعمل الاوبشن ده عايز تزوده، يعني الراجل اللي امتى هنقول له 10 مرات يضم الاجهزه. طب انا عايز اخليه يبقى مفتوح بقى. يبقى اضيفه هنا، اضيفه تبع الايه ادور كستيشن تو دومين. الكلام ده في مشاكل؟ في حاجات هو شايف يعني قواعد سكيورتي هو من وجهه نظره شايف انها كويسه فابتدى يحطها لك. يعني مثلا بيجي يقول لك ايه، ايه رايك يا عم في الاكونت بتاع الادمنستريتور ده شغال؟ طب ما ايه رايك الادمنستريتور ده خطر شويه، طب ما تقفله. خلي بالك انا ممكن اقفل الكلام ده للناس، يعني انا بقى انا عايز اقفل ادمنستريتور الناس كلها، مش يعني في الويندوز مثلا اكس بي كنت تلاقي ان الاجهزه بتاعتنا كان عليها يوزر ادمنستريتور، يعني حتى بينضم للدومين ويفضل الراجل ادمنستريتور ده شغال. فاي واحد عايز يخش لوكال على المكنه هيقدر يخش ادمنستريتور اللي هي اليوزر باسورد بتاعه مفتوح. او حتى لو حطيت له باسورد هو شغال، يعني لو عارف الباسورد هيقدر يخش. انا عايز امنع الراجل بقى، يعني عايز اقفل ادمنستريتور للناس. فممكن اقفله من هنا. تمام. خلاص؟ ابتدت الدنيا تكبر. هو قال لك ايه يا عم، احنا عندنا ادمنستريتور وعندنا ايه؟ جست. صح؟ تمام. قال لك يمكن حد يعمل حاجه مايكروسوفت تعمل لك يوزر جديد ولا حاجه، فقال لك بلوك مايكروسوفت اكونت، اي حد بقى تبع مين؟ مايكروسوفت. اللي هو الادمنستريتور جت اي حد. خلاص؟ هنا بيقول لك ايه؟ طب ايه رايك يا عم اللي انت مش عايز تقفل الادمنستريتور، طب ما تعمل له رينيم. برضه حاملين يعني سايبين الادمنستريتور بس غيرنا ايه، فاللي هيجي يخش مش هيبقى عارف الراجل اسمه ايه. صح؟ تمام. طب ايه رايك كمان تعمل رينيم للجسم؟ فدي دي حاجات ايه خاصه. مثلا هو بيقول لك ايه، يعني مثلا هو من وجهه نظره شايف ان ده تامين، فانت براحتك انا ممكن اختار. هو اوبشن بيقول لك ايه رايك يا عم تعمل كذا وكذا عشان تامن الدنيا بتاعتك، فانت بتختار اللي انت عايزه. خلاص؟ طيب احنا عندنا اليوزر البلانك باسورد، يعني اليوزر اللي ملوش باسورد يستخدم في ايه؟ يوزر ملوش باسورد عادي ممكن يبقى جهاز عادي شغال. انا مثلا عندي مثلا على مثلا لو عندي الجهاز بتاعي ده
عليه يوزر ملوش باسورد. في حد بيريموت عندي على الجهاز ينفع يخش؟ اه لا هيقول اول ما ينفعش يخش باليوزر ملوش باسورد. يخش باليوزر لازم يكون لازم يكون اليوزر ليه باسورد، لازم اليوزر يكون له ايه باسورد. حلو. طب انا مش هغير حاجه والناس جايه تخش على الحاجه دي برضه مش هيقدروا يخشوا الا لما يكون لليوزر ده ايه باسورد. تمام. برضه ما ينفعش اليوزر هو الدومين ماشي مين اللي قال كده؟ ما احنا عملناها المره اللي فاتت مش احنا شلنا الباسورد بتاع اليوزر؟ طيب خلاص احنا كنا بنتكلم في الاول ان اليوزر غصب عننا الدومين بيديني بوليسي اللي انا احط له باسورد صح؟ طب ما احنا شلنا الكلام ده خلاص فكده خلاص يبقى انت عندك يوزر من غير باسورد. تمام. ده ينفع فعلا مش نصف الكلام ما احنا عملناها المره اللي فاتت. لا احنا عملناها انا عندي يوزر من غير باسورد. احنا اتفقنا بقى طول ما هو عامل لك اوبشن يعني انت اللي بتختار. اقدر انا عندي ناس يا عم هم دماغهم كده ما بيحفظوش باسورد عقدوني في عيشتي خلاص يا عم انا ايه هقلل لهم الدنيا بتاعتهم من غير باسورد بس هو ده ما يفضلش يعني الافضل ان هو يبقى باسورد بس انت ما تعرفش طبيعه الشغل ايه يعني كل واحد هو اللي بيحدد الدنيا بناء على طبيعه ايه شغله هو. ما احنا بنقول بقى كل واحد بيظبط دنيته على ايه على شغله هو كل واحد قادر يعني وقال لك ان هو يمنعك خالص بقى ما يديلكش الاوبشن ده. طيب في فهنا جاي بيقول لك ايه بقى ايه رايك اللي انا عادي بقى اسمح لك بالكلام ده اللي انت سوري هو اليوزر البلانك باسورد ما بيستخدمش الا في الدخول على الجهاز لوكال يعني لما تيجي اجي اشغل انا جهازي عادي بدخل بيه ولا بقى لكن محدش يعرف يدخل على الشير اللي عندي من بره ولا حد يموت عليه يعني اي حد من بره مش هيقدر يخش عندي صح مين. يبقى الحاجه الوحيده اللي اليوزر ده هو يدخل على الجهاز. طب ايه رايك بقى اللي انا ايه ممكن افتح الدنيا دي كلها فلو جيت على الاوبشن ده وشغلت يبقى انت كده ايه بتقول ان اليوزر ده ينفع الناس تستخدمه من بره وفي الريموت وكل حاجه من غير باسورد ده يبقى عادي ماشي مش هيبقى ليميتيشن للدخول على اللوكال بس ده للكل هيتفتح خلاص وهكذا. فتلاقيه بقى هنا جاي جايب لك بقى الدنيا مثلا يقول لك ايه دوت ديسبلاي لاست يوزر نيم. طبعا الغالب اللي انت الجهاز لما بتاعك بيجي يشتغل بايه تلاقي مثلا بيجيب لك اخر يوزر انت كنت داخل بيه فيبقى انا هنا بس ايه هقلب الباسورد واخش راح جاي هنا الراجل قال لك لا عادي انا ما اظهر لكش الاسم الاخير ما اطلبش منك كنترول الت ديليت خلاص وهكذا بقى. فايه دي كلها حاجات خاصه بمين بالسكيورتي فهو بينصحك بقى يعني شوف بقى الحاجه اللي انت ايه عايز تعملها ممكن تضيفها او تشيلها منين من دي. دي اللوجز بتاعتنا. في بعد كده من ضمن الحاجات برضو المهمه اللي معانا حاجه اسمها السيستم سيرفيس. انا عايز افتح سيرفيس او اقفل سيرفيس للناس يعني الناس كلها مثلا عندهم السيرفيس بتاعت الدي اتش سي بي شغاله عايز انا اقفل الكلام ده عايز الناس ما تاخدش من الدي اتش سي بي تمام يعني يا الراجل يحط اي بي يا اما مش هيخش واسيب الدي اتش سي بي بتاعتي شغال فاروح جاي على الدي اتش سي بي ايه كلاينت واروح عامل لها ديسيبل ميثود اعمل لها ستوب يبقى كده خلاص يبقى انا قفلتها على مين اه بس خلي بالك انت متقفلت على الجزء اللي انت شغال عليه يعني انت واقف على الجول يبقى اتقفلت على كل تحت اللي تحت الاول كله اللي هو الاي كله على الاي تي بقى على الاي تي بس على السيلز بقى على السيلز على الدومين بقى على كل الناس اللي تحت الدومين اللي هو الشغل اللي احنا متفقين عليه من الاول خلاص. عايز تعدل حاجه في الريجستري اقدر اضيف كي مثلا يعني انت عايز مثلا عارفين ساعات كده ايه بيجي يقول لك والله ده في فيروس جه ضرب للناس او شال لهم الفولدر اوبشن مش عارف ايه تخش كده مثلا على النت تلاقي بيقول لك لا في لو انت دخلت جوه الحته الفلانيه وتحط الكي الفلاني هيشتغل او يشيله مثلا من الكي الفلاني فاقدر اضيف اي حاجه انا عايزها منين منها يعني بتضيف لايه للريجستر بتاع الناس يبقى انا اقدر اتحكم في السيرفيس بتاعت الناس من هنا اقدر ان انا اتحكم في الريجستر. في حاجه عايز اعملها غير كده يعني انا اقدر اعمل للناس فولدر ولا لا اقدر اعمله ازاي ايوه يبقى انا هو الراجل عامل لي سكريبتات صح يبقى عن طريق الاوامر اقول له اعمل لي فولدر اسمه علي مثلا فين في الدي في المكان وحط الباتش بتاعه ايوه مش على الباتش بتاعه
تمام. يبقى بكده كمان اهو يعني انت اي حاجه عايز تعملها في الناس تقدر تعملها. عايز تعدل لهم في سيرفيس الراجل يجيب لك السيرفيس تمام. عايز ريجستري جايب لك الريجستري. عايز ايه تتحكم في حاجه تضيف له حاجه او تشوف له حاجه كفولدر بتاع الراجل برضو يجيب لنا دي خلاص. انا مش فاكر حاجه دلوقتي بس لو انت دخلت على النت اي كي كده يعني الحاجات اللي هي بتبقى موجوده زي الفولدر اوبشن كده يعني زي الايه الفولدر اوبشن هتلاقي جايب لك الباس وبيقول لك تكتب فيه كذا. ما فيش تكتب فيه مثلا فرو تخش مثلا زي مثلا ماشي. وفي حاجه اسمها بعد كده اسمها ادمنستريتيف تمبلت. ده معظم شغلنا بيكون فيه بس خاصه باليوزر بقى. خاصه بمين؟ باليوزر. يعني انا مثلا تلاقي الدنيا جايه لك مش كتير يعني كنترول بانل النتورك البرينتر تمام. طب انا هنزل لمين بقى؟ هنزل لليوزر بقى. ادي اليوزر بتاعنا اهو ادي البوليسيز نفس الحكايه سوفت وير خلاص الويندوز. بس في حاجات مش هنلاقي يعني لما تجي لي جوه السكيورتي انا مش هتلاقي لي ايه الباسورد خلاص. تلاقي بقى هنا الدنيا ابتدت تقل بقى لليوزر. اكتر حاجه لليوزر بقى هتلاقيها في الادمنستريتيف ايه تمبلت. ادي كنترول بانل يعني خلاص. ها عايز تعمل ايه؟ ممكن تشيل الكنترول بانل يقول لي مثلا هو تلاقي مثلا بيقول لك ايه في حاجه اسمها برهبت. برهبت دي يعني انا بقفل له او بمنعه برهبت اكسس تو ذا كنترول بانل. اكسس تو كنترول بانل اند بي سي سيتنج. هقفل لك مين الكنترول بانل؟ كنترول بانل دي كده خالص قفلتها لك شكرا. يعني تيجي دبل كليك عليها كده هتلاقي في حاجه اسمها ايه نوت كونفيجرد وانيبل وديسيبل. ده هعمل انيبل اقول له انيبل يبقى انيبل للبرهبت يعني انيبل للقفل. يعني انت عايز تقفل له كنترول بانل تقول له ايه انيبل تمام. طب انا بس هنا احنا كنا شغالين في البوليسي بتاعه الدومين فطبعا ده غلط. ان الكلام ده في الاخر هيتطبق عندنا كايه كدومين اه هيتطبق على كل هيتطبق على كل الدنيا في اه بيبقى فيهم مين اه بيبقى فيهم الاي بي طبعا. فنيجي بقى على الاول مثلا خلاص. طب احنا على الاول عايزين نعمل ايه للاول؟ تعال بقى نرسم البوليسي بقى يعني على معظم شغلنا يعني. انا عايز اقفل كنترول بانل للناس كلها صح؟ ماشي. طيب نروح خلي بالك احنا عندنا اقسام اهي وفي عندنا الاول. يعني انا دلوقتي الحاجه اللي هعملها على الاول هتطبق على الكل. اكيد انت عايز لكل الناس اللي تحت تقفل لهم مين؟ يبقى اقفلها كنترول بانل. اه يبقى انا اجي الكمبيوتر مش هقفلها لا يوزر بقى. يوزر بس ما احنا عاملينها على الاول. تمام. ما هتطبق على كل اللي تحت الاول بقى. تمام. اذا كان يوزر او كمبيوتر اه حلو. بس هنعملها في اليوزر يبقى انت لازم يكون يوزر جوه بقى. تمام. هروح بقى على مين؟ على ادمنستريتيف تمبلت خلاص كنترول بانل. وبعد كده تقول له برهيت اكسس تو ذا كنترول بانل وتقول له انيبل. انيبل هنا بيقفلها لانه بيقول لك بره. انت بتشوف الاول بره هو بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك اقفل بتقول له اه. طيب لا يا عم انا مش عايز اقفل. انا عايز كنترول بانل يظهر فيها حاجات معينه. فتلاقيه بيقول لك ايه شو اونلي سبيسفايد كنترول بانل ايتم اظهر حاجات معينه بس فين في كنترول بانل. لا انا عايز الدنيا كلها تظهر ما عدا حاجات معينه خلاص. طيب لا يا عم انا عايز مثلا اشيل مثلا حاجه من اد اند ريموف بروجرام اللي في كنترول بانل زي الجليتشرز مثلا. اه يعني مثلا جاي بيقول لك ايه مثلا هايد ذا اد بروجرام فروم مايكروسوفت اوبشن بقى ما تلاقيش ده. ما تعرفش تسطب برامج بقى. يعني عايز الراجل ده انا منزل له برامج من السوفت وير صح؟ عايز الراجل ده ايه؟ ما يقراهاش. خلاص يا عم اجي اقول له ايه؟ هايد ذا اد بروجرام خلاص تمام؟ هايد ذا اد بروجرام فروم يور نتورك من النتورك بقى. زي البرامج اللي احنا مديناها زي البرامج اللي احنا نزلناها. اه تمام؟ هايد اد نيو بروجرام بيج اشيل لك البيج كلها اللي بتقول لك طبعا لان الاوبشنين دول موجودين فين؟ في الاد نيو بروجرام. صح اشيلها لك خالص حلو. ريموف اد بروجرام خلاص اد اند ريموف بروجرام اشيل نشيل. يعني تخش جوه كنترول بانل كده ما تلاقيش اد اند ريموف ايه بروجرام وهكذا. هو مثلا ويندوز كومبوننتس بيج مثلا نفس الحاجات. الديسبلاي البرسوناليزيشن تمام. البرنتر الحاجات اللي هي ايه جايبها لك اللي هي اساسا حاجه من جوه فيها كذا حاجه يعني
تمام. يعني الريجنال اند لانجويج انت بتخش تلاقي عايز اللغه ومش عارف كذا حاجه من جوه صح، واللوكيشن بتاعك، فانا ممكن ايه اخش برده هتلاقي فيها اكتر من ايه من حاجه جوه. خلاص طيب احنا عايزين مثلا، يبقى انا لو عايز اقفلها خالص ممكن اقفلها من هنا. انا مش عايز اقفلها، انا عايز الراجل يظهر له ايه حاجات معينه، الماوس والكيبورد بس. يبقى تقول له شو اونلي انيبل، تلاقي على طول هنا جاي بيقول لك شو ايه بقى. طبعا الراجل ما يعرفش كنترول بانل عندك فيها ايه، لان في برامج ومجرد اللي انت بتضيفها بتنزل لنفسها ايتم فين كنترول بانل، فاقدر انا دي اللي انا عايز اظهرها، فهو هنا فبالتالي بيقول لك اكتب اللي انت عايزه. عايز ايه؟ عايز الماوس خلاص، عايز حاجه تاني؟ عايز الكيبورد. اهم حاجه تكون مكتوبه زي ما ايه موجود في، يعني مثلا كيبورد ما فيهاش سبيس خلاص، انا هكتبها من غير سبيس يعني. الحرف اي كل كلام بيختلف، لازم زي ما مكتوب بالظبط تكتب. لا مفيش امتداد، يبقى ماوس بس الاسم ده في البرامج، لكن دي بتكتبها زي ما هي كده ده. خلاص بقول له ايه خليكم فاكرين بقى احنا قفلنا على كل الناس اللي موجودين، احنا كنا بنتكلم على الاول، يبقى كل الناس اللي موجوده تحت الاول اتقفل عندهم مين الحاجه دي او كنترول او كنترول بانل ما اتقفلش. هو عم يحول عشان احنا الصراحه ده تحت حر وهنا تحت الكلام ده كده.
ما اتفقناش على كده. لف وارجع تاني. ما ممكن يجيب مثلا لاب ونقول له احنا امتحنا عليه. يجيب اللاب مثلا يجيب لاب ونقول له امتحنا عليه. ماشي. ما تمتحن في بيتكم احسن. الناس بقى تحجز الامتحان من عندهم. هم ليهم سنترات يعني سنتر معين لازم تروح تمتحن فيه. مش لما هم بيحجزوا لك مثلا في اي شركه في الاسنان هم مسؤولين عن الامتحانات سايكلت وحاجات عكس كده. حتى على سنة دي دخلة تجي ورايز ومنهات ومش عارف. طب احنا لما كنا جينا هنا على الكنترول بانل قلنا له يظهر مين؟ الماوس. الماوس بس عايزين بقى نشوفه كده الماوس والايه؟ كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا كل الناس هتشوف ماوس الكيبورد. لان احنا طبعا احنا كنا قلنا الايه؟ الاول هو اللي بيطبع عليه الكلام ده. طيب خلي بالك بقى احنا عندنا الاي تي فيها مين اليوزر اللي موجود؟ طيب خلاص يبقى انا هنا الايه انت ضحكت علينا يا عم خلينا نخلص من الجروب بوليس ده. فاحنا ادي الاول ادي الاي تي فيها علبة حلو والمارك فيها احمد. دلوقتي انا كده طبقت حاجه على الاول يبقى انا عندي علبة وعندي احمد وعندي الاثنين يوزر دول كل دول هيتطبق عليهم الايه؟ هيظهر عندهم كنترول بانل هيظهر فيها الماوس والكيبورد زي ما احنا قلنا. طب تعالى بقى نمسك الاي تي بس اللي هو فيها مين؟ علي. عايز تعمل ايه في الراجل ده؟ افتح لي بقى البوليسي الراجل ده في الاي تي. نروح جايين على الاي تي هنعمل لينك جديد صح؟ تمام. ونسميه مثلا الراجل ده عايزينه ما احنا خلاص عملنا كنترول بانل. عايزين مثلا ايه نقول ان الراجل ده يشتغل على النوت باد بس خلاص. انا ممكن اقول يشتغل على الورد على يعني انت بتحدد له برنامج بس. ماشي. نيجي بقى على اللينك رايت كليك عليه وايه هنروح على اليوزر بوليسي administrative template. بعد كده هنروح على مين؟ ديسكتوب. على حاجه اسمها السيستم. طب احنا بس تعالى نشوف برضو احنا كان عندنا في الديسكتوب هنا الديسكتوب بقى بيكلمك على الديسكتوب بنفسها. يعني واحد يجي يقول لك انا عايز بص اشيل للراجل ده كل حاجه موجوده فين؟ على الديسكتوب خلاص. فتلاقي بيقول لك ايه ريموف ذا ديسكتوب هايد اند ديسيبل الايتيمز اون ذا ديسكتوب اي حاجه ممكن حلو. طيب تلاقي مثلا ايه اشيل لك الايقونه بتاعت الماي كمبيوتر الانترنت اكسبلورر الحاجات دي تمام بتاعت النتورك. ممكن اخليك تشتغل بس لما تيجي تخرج ما تسيفش كل اللي انت عندك. يعني حطيت حاجه على الديسك توب او عملت الكلام ده كل كلام بس على الديسك توب بس تمام. يعني شغلك اللي على السي ودي والكلام ده كله مالناش دعوه بيه. اللي انت عملتها على الديسك توب دي ايه حط خلاص. اشيل لك لما تيجي رايت كليك على ماي كمبيوتر ما تلاقيش البروبرتيز تمام. برضو الحاجات بتاعت النتورك نتورك كونكشن مثلا تمام. ممكن من هنا اقدر اللي انا اشيل لك الايه الكونكشن نفسها يعني اعمل لك الديليت للايه او الكونكشن مش ادلتها خليك انت ما تشوفهاش ما تقدرش تعدل فيها او اشيل لك بقى حاجه من جوه انا اجيب لك كل الدنيا اللي جوه الايه اللي جوه الكونكشن بتاعك بس الايباد تلعب في الايباد كل حاجه بقى تمام. يعني فاهم ممكن انا اخليك اللي انت ما تقدرش حتى اسم الكونكشن تغير فيه ما تقدرش تغير في الاي بي ما تجيش عند البروبرتيز بتاعتها خلاص. الشير برضو
القايمه بتاعت الستارت منيو. واحد مثلا واحد مثلا عايز يشيل الران خالص تمام، واحد عايز يشيل لك مثلا السيرش، واحد عايز يشيل لك الاول بروجرام تمام. يعني كل الحاجات اللي هنا دي اللي موجوده فين في القائمه بتاعتك خلاص. بعد كده السيستم ده النظام بقى هتلاقي بقى هنا بص دي اهم حاجه طبعا ران اونلي سبيسيفايد ويندوز ابلكيشن. احنا دايما احنا يعني عشان تريح نفسك الراجل انت بتشتغل على ايه يا عم؟ انت بتشتغل على الفوتوشوب خلاص. انا بدل ما اتعب نفسي واقعد اقول اقفل لك ايه، انا مش هخلي حاجه تشتغل معاك الا مين؟ الفوتوشوب. وريح نفسك سيبك عيش انت بقى مع نفسك. يبقى خلي لك مين؟ الفوتوشوب. بتشتغل على الفوتوشوب والوورد والاكسل هشغلهم لك. يبقى بحط لك البرامج اللي انت تشتغل عليها فقط. اي حاجه طبعا خلي بالك ما انت هتقول لي ما انت سايب لي بقيه الكمبيوتر شغال. ماشي انا سايبه لك شغال، اي حاجه في الكمبيوتر عشان تشتغل عايزه برنامج. يا راجل ده جاي عايز يتفرج على فيلم محتاج برنامج الويندوز ميديا بلاير او البرامج بتاعه الميديا عامه. مفيش حاجه هتشتغل ما بيشتغلش معاه الا مين؟ الا البرامج دي بس خلاص. يبقى نيجي هنا كده قول له انيبل وشو واكتب له اسم البرنامج. احنا عايزينه يشتغل على مين؟ على النوت باد. النوت باد دوت بي اكس بي خلاص. لازم تكتب ولازم تكتب الفايل التنفيذي بعينه. يعني هو قلنا الفايل التنفيذي بس وقلنا الفايل التنفيذي ده بتجيبه منين؟ من الاول بروجرام. تدخل مثلا انت عايز الفايل التنفيذي بتاع الاوفيس، اخش على الاول بروجرام واجيب الايه الفايل التنفيذي بتاعي تمام. هتعرفه ازاي؟ قلنا قدامك ممكن انا فتحت برنامج الفوتوشوب ليه يا عم في 100 برنامج كذا واحد دوت اكس اي. جرب واحد واحد لحد لما تلاقي واحد فيهم هو اللي بيفتح لك الواجهه بتاعت مين؟ بتاعت الفوتوشوب. يبقى هو ده الفايل التنفيذي. هات اسمه واكتبه هنا. واهم حاجه نكتب الايه؟ الدوت اكس اي. ينفع اكتب اكتر من حاجه؟ اكتب يا عم اللي انت عايزه. خلاص؟ طب هنا بقى اللي انا عايز بص يعني الراجل يشتغل على كل حاجه ما عدا الوورد اهو. تمام؟ عايزه ما يفتحش السي ام دي. تمام؟ عايز اقفل له الفلاشات. هتلاقي حاجه ريموفابل ستورج اكسس. خلاص؟ تيجي بقى هنا كده تشوف بقى الحاجه اللي انت عايز تقفلها له، عايز تقفل له ايه؟ سي دروم. احنا عايزين طبعا نقفل له ايه؟ فلاشه. الفلاشه. يروح ايه؟ شايل له الاوبشن ده ريموفابل ديسك. خلاص كده؟ يبقى من هنا ايه؟ بقدر مثلا طبعا الريد والرايت بقى الاثنين ولا يقراها ولا ان هو يقدر يكتب فيها. عايز بقى تقفل له السيد روم كمان، اقدر اقفل له السيد روم زي ما انت عايز. يعني هو راجل جايب لك كل الريموفابل بقى اللي هي الحاجات غير الايه؟ غير الهارد يعني. طب وقول ريموفر ستورج كلاسز هنا بقى هيقفل لك الكل بقى كل اللي هو اي ريموفابل خلاص؟ يعني سواء بقى سيد روم على فلوبي على كل الدنيا. عايز تقفل حاجه معينه في ده بس هو في الغالب يعني اللي بيقفل كلاب يبقى عايز السيد روم تفضل شغاله معاه. هو مشكلته كلها فين؟ في الفلاشات. ان السيديهات في الغالب ما بتبقاش من فيروس. انت لو جايب سيديهات بتاعت برنامج مثلا. لا 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 بيبقى صعب شويه. الا لو انت طبعا جايبها من الكبيره اللي هي الحاجات المضروبه دي يعني قايلها من واحد او الناس اللي هم بيبيعوها كده دي ممكن تكون. انما السيديهات الاوريجينال يعني مش هروح اشتري سيديهات من مايكروسوفت مثلا بتاعت اوفيس واجي احطها في الجهاز اللي هي من فيروسها يعني. تمام. طيب انا عايز كمان يبقى ده كده احنا عملناه في مين؟ فعلي. طيب عايزين بقى الراجل اللي اسمه اللي في المارك نقفل له البارتيشن. هيبقى نبي برضه نعمل له برضه لينك جديد. نعمل لينك جديد ونكتب له بارتيشن. خلاص برضه هنروح على اليوزر بوليسيز ادمنستريتيف تمبلت. بعد كده هتلاقي في حاجه اسمها ويندوز ايه كومبوننت. حلو. هتلاقي بقى في الويندوز كومبوننت هتلاقي في حاجه اسمها فايل اكسبلورر. تمام كده. ساعات هتلاقيها في يعني في حاجات مثلا قبل كده هتلاقيها اسمها ايه ويندوز اكسبلورر فايل اكسبلورر او ويندوز تلاقيها هاين بارتيشن مش عارف ايه. تلاقي الراجل جاي بيقول لك ايه
بريفنت اكسس تو درايف فروم ماي كمبيوتر. هقفل لك مين الدرايفرات، هقفل لك البارشنات دي كلها خلاص. بس انا مش عايز اظهر اللي قدامه حاجه واحده مالهاش دعوه بالسيستم، مثلا زي دي مثلا اهو، تقول له انيبل وتيجي تحدد الدرايفر اللي انت عايزه. بس هنا ده بيقفله، يعني هيسيبه ظاهر للراجل. يعني مثلا لو انا جيت قلت له ايه بريفنت اكسس، يعني امنع، امنع مين؟ امنع السي بس. هو عنده سي ودي، السي ودي هيظهروا، بس يجي يفتح السي ما يفتحش معايا، لكن الدي يفتح، لكن الاثنين ظاهرين له. طب انا عنده ما يظهرش، هتلاقي في حاجه اسمها هايد. هايد ذيس ديسفايد درايفز ان ماي كومبيوتر، حلو؟ برده نفس الحكايه، هنا بيخفيه بقى. بس خلي بالك لو انت سايب الرن موجوده هيعرف يخش عليها، هيقدر يجي يكتب سي نقطتين. طب انا ممكن اشغل الاثنين مع بعض، اقول له هايد واقول له ايه بريفنت الاثنين مع بعض، يبقى مخفي حتى لو جه يحاول يفتحه من مكان ثاني مش هيقدر يفتحه. طب احنا عايزين نخليهم ظاهرين له كده عشان ايه نرخم عليه اكتر. ممكن يفتحه ثاني، يفتح ثاني السيرش يعني من الران. لو جه في الران كتب سي نقطتين دي نقطتين هيفتح معاه. طب والسي من ايه يفتح ولا السي ام دي علاقته بالبارتيشن؟ مش علاقه. لا هو مش هيشتغل اوقات. لا انت هو 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 الران دي مالهاش دعوه. لو انت جيت كتبت، يعني انت مثلا انت قايل الراجل ده اشتغل على النوت باد، جه كتب في الران نوت باد هيفتح معايا، جه كتب اي حاجه ثانيه مش هتفتح. يعني الران انت بتكتب الحاجه دي انا عايز افتحها، انت بقى مقفوله او مفتوحه فبناء عليها تشتغل ولا لا. اهو يبقى نيجي مثلا نقول له ايه اقفل الكل مثلا، او حاجه معينه خليها الكل. مثلا في شغل مثلا على الدي وانا في الدروس دي، اه وضحت كده؟ طيب في حاجه ثانيه اللي هي ويندوز انستولر. حلو كده؟ فبتيجي تقول له ايه؟ اولويز انستول ويز 11 بريفليج. خلاص بقول له ايه always install with 11 privilege. هنا يعني انت بتدي له امتياز ان هو يقدر يسطب، بس بشرط يسطب مين الحاجات اللي هو البرامج اللي نازلاه اللي احنا عملناه بالباكج. ايوه اللي هي السوفت وير بتاعه. ده كان محل ان هو ايه يسطب. خلاص لان اساسا السطب ده من حق مين الادمنستريت. يعني الادمنستريتور ما دام يقدر يدخل يسطب اي حاجه خارجي داخلي اي برنامج. بس انا هحدد اليوزر ده البرامج دي بتاعته هو بس اللي بيسطبها. اه اللي انت حاطه. والبول سيتنج هتلاقي جايب لك الدنيا كلها. يعني كل الحاجات اللي فوق دي جايبها لك. في حاجه طب افترضنا بقى في اوبشن معين عايزه ودورت عليه في كنترول بانل، دورت عليه في البوليسي وما لقيتوش. تمام. يعني انا هقول لك على حاجه، الريموفابل دي ما كانتش موجوده، اللي هي بتاعت لو انا عايز اقفل فلاش في 2003 والكلام ده ما كانتش موجوده. كنا بنعمل ايه؟ مثلا بخش على النت واعمل سيرش، اقول انا عايز ايه مثلا، ايه التولز او الحاجه اللي بتقفل لي إيه الفلاشات مثلا على مين؟ على الجروب بوليس. المهم انت عشان تريح نفسك، لو انت عارف انت بتدور على ايه هتستريح. انا بدور على فايل، الفايل ده بيكون الاكستنشن بتاعه دوت اي دي ام او اي دي ام اكس. اي دي ام يعني الفايل اللي بيتضاف للجروب بوليسي بيكون ايه؟ اي دي ام او اي دي ام اكس. افتكروا بادم اي دي ام او اي دي ام اكس، هو ده اللي انت بتدور عليه. انت فاهم اصل انت عارف بقى النت، يعني ممكن تكتب كلمه تلاقي مليار حاجه قدامك. تمام. انا بقى هدور يعني احدد السيرش بتاعه اقول له ايه الحاجات اللي هي تكون دوت اي دي. يبقى لما تيجي تدور على حاجه على النت خاصه بالجروب بوليسي عشان تضيفها له، يعني اصل هو ممكن تلاقي الدنيا كلها موجوده جوه الجروب بوليسي. عايز تضيف حاجه للجروب بوليسي بتدور عليها على الانترنت او بتدور عليها في اي مكان او عند مايكروسوفت، يبقى ايه؟ تجيبها اللي هي تكون دوت اي دي ام. وتروح جاي تقول له رايت كليك اد اند ريموف تمبلت وتشوفها هي فين وتضيفها له. خلاص؟ ساعات بعد ما بتضاف ما بتظهرش. تروح تقول له فول فلتر ايه؟ اون. في حاجات بعد ما ايه ممكن اضيفها اللي هي ما ظهرتش فلتر اون ايه تظهر. خلاص كده دي الطريقه اللي بنتعامل بيها مع مين؟ مع الجروب بوليس. تعالى بقى احنا كده بقى معانا كام يوزر
نقولنا الاي تي فيه علي وفي احمد. علي ده مفترض الدنيا بتاعته عنده ايه؟ ان هو اشتغل على المنتجات وعنده كنترول بانل يظهر عنده الماوس ويشتغل مع النوت باد بس. تمام. السيل اللي هو بتاع ده احمد كنا عاملين عليه ان هو قفلنا له البارتيشن وكنترول بانل برضه نفس الفكره. يعني كنترول بانل مفعول عند على الاو فتطبق على ده وعلى ده والاي تي هنا ايه بيطبق عليه اللي هو ما يشتغلش على الكيبورد ولا ده هو النوت باد وكنترول ما كنترول بانل مقفول على الكل يبقى ايه بيشتغل على النوت باد فقط والاحمد مقفول له البارتيشن. طب بعد ما يشتغل برضه هنحتاج نعمل له ريستارت عشان تبقى الدنيا ريفريش معانا. الشاشة التانية افضل من دي صح؟ دي دي اتش دي سامسونج بتاع اتش دي في حاجه تانية خاصه بالبارتيشن فكرونا نقول اللي انا عايز بارتيشن يظهر للناس كلها وبارتيشن يظهر للقسم وبارتيشن يظهر لك انت يظهر للراجل لوحده. بص دلوقتي انا عايز كل موظف عندي يظهر معاه ثلاثه بارتيشن، بارتيشن بتاعه هو فقط وبارتيشن بتاع القسم كله وبارتيشن للشركه كلها. يعني في بارتيشن كده اسمه ان، ان ده بتاعه هو وام ده بتاع القسم بتاع اللي هو السيل وار مثلا ده بتاع الشركه كلها. يعني لو اي حد من الشركه حط حاجه هيظهر عند الكل في البارتيشن ده، وواحد للقسم وواحد ليه هو لوحده. الثلاثه بيظهروا عند الكل. ده اللي انتوا هتعملوه بقى ان شاء الله. قسمنا على الكوتا الاول مش يا عم ده الكوتا دي اخر حاجه. انت الاول هتعملها ازاي؟ انا عايز بارتيشن للناس كلها وبارتيشن للقسم وبارتيشن لليوزر. هوم فولدر ده بتاعه هو. احنا كنا مطبقين على علي صح؟ لا النوت باد لان احنا قايلين له من الاول فده كان موضوع الايه اللي هو افتح السي وافتح الايه النوت باد. تعال نروح على كنترول بانل. عنده مين الكيبورد والماوس. طيب تعال نخليه يفتح برنامج البن. لا طيب خليه يفتح الكالكوليتر. لا تمام كده. طب يفتح مين بقى النوت باد. يبقى النوت باد بس هو اللي ايه اللي شغال معاه. طيب البارتيشن طبعا موجوده معاه، احنا ما قفلنالوش البارتيشن اهو، ادي السي بيفتح والدنيا معاه زي الفل ايه. يبقى مين اللي مقفول له بس؟ احمد اللي موجود في السادس. تمام كده. يبقى احنا كده قفلنا له الايه كده. تعالى بقى نروح على احمد. هنا الحاجات اللي احنا كنا عاملينها على اليوزر صح؟ فنعمل لوك اوف بس، مش محتاج ان انت تعمل بس. لو هو حاجه خاصه بالكمبيوتر يبقى تعمل ايه؟ بس. بس.
لا يا عم احنا سايبين له البرامج كلها شغاله. بس حاطين ادي الكالكوليتور فتحها اهو تمام. اي حاجه بقى الدنيا شغاله معايا يعني النوت باد شغاله اهو فالبرامج كلها شغاله ايه معايا. تعال بقى احنا كنا قافلين له مين البارتيشن، يجي بقى هنا ما يفتحش معايا، قفلناه له ايه البارتيشن. طب الكنترول بانل الماوس لان هو احنا مطبقينه على الكل على الكل، فهنا فاهم بقى مش محتاج لا اصل ده شكل ده الشكل الكلاسيك بتاعه. لما تيجي تدوس مش تلاقي حاجه شغاله. بص ادانا ايه الارنو ايه ايكون تو ديسبلاي قبل خلاص يعني ده شكلك انت. انت هنا بقى بيوري لك ايقونات بقى اللي هو الشكل اللي انت بتشتغل بيه. احنا يعني خلاص خليك بس الكيبورد والماوس هم اللي اللي انت اي ويندوز في الدنيا لما بتيجي تفتح تلاقي الدنيا ما بت... انت بتيجي تقول له لارج صح او سمول بتلاقي الايقونات كلها موجوده صح. بس فانا كده ايه ما فيش حاجه بتظهر الا الحاجات اللي عايز تضيف له حاجه بتروح بقى هناك وتضيف له الحاجه اللي انت ايه عايزها. الكلام ده فيه مشاكل؟ طيب المره الجايه ان شاء الله انتوا اللي هتعملوا البروجكت. في بس حاجة أنا عايز أقولها، شفتوا المثال اللي أنا قلته؟ مفترض إن أنتوا هتعملوا الكلام ده. يعني هتعملوا لي كام بارتيشن؟ ثلاثة. هتعملوا لي ثلاثة بارتيشن. ماشي. حلو؟ الثلاثة بارتيشن دول واحد للكل. ماشي. المهم اللي أنتوا هتحتاجوا أنا عايزكم أنتوا تفكروا فيه. المهم اللي أنتوا هتحتاجوا كومن تكتبوه في البوليسي طبعا، تمام؟ الكومن ده اللي أنت تخلي فولدر يظهر عند الناس. يعني تعمل هوم فولدر بس مخال اويو ماشي حلو. فانا هقول لكم بس الامر اسمه نت يوز. نت يوز ماشي. بس انتوا بقى كملوا الامر اسمه ايه؟ نت يوز. نت سبيس يوز. انتوا بقى تقولوا لي الامر ده يتكتب ازاي ويتحط ازاي ويعمل القصه دي كلها. طب بقى بعد اذنك لا ما ده شغلانتكم بقى. ما انا بقول لك يعني انا ايه انا بقول لك الحاجه عايز تعمل دلوقتي على الاو يو بارتيشن للكل لكل الاو يو يظهر له كده. البوليسي فيها اي اسئله؟ لا.